وفي خبر آخر، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي. أعتقد أن الموضوع له علاقة بشهر رمضان المبارك، بحكم أنه جاء في بداية شهر أبريل، فتدري في رمضان تكثر المشتريات ويكثر الناس التسوق وكذا، فليس مستغرب أن نكون عندنا هذه النتيجة يعني مقارنة بالعام الماضي. خلينا نأخذك على هذا الخبر.